فرفلي المحامي والناشط الحقوقي. أرحب بك بداية أستاذ فرج. أهلا وسهلا بك أخي أحمد وبمشاهديك الكرام. نعم أستاذ فرج، ربما تبعت هذه التصريحات التي أطلقها أحد أفراد الميليشيات متهما السراج بتجفيف منابع الأموال الخاصة بهم، كيف تبعت هذه التصريحات وإلى ماذا ستؤدي في المرحلة القادمة بين السراج وميليشياته الموزعة في كافة المنطقة الغربية؟ نعم أخي أحمد، أنا طبعا شاهدت هذا المقطع الفيديو الذي خرج علينا فيه هذا الميليشياوي الذي يدعى مفتاح الشاذلي، والذي قدم لنا دليلا واضحا وقاطعا وجليا بأن هذه الميليشيات لا تقاتل إلا من أجل المال فقط لا غير، ولكن لا همها الوطن ولا همها ليبيا ولا ينظرون إلى هذه الأمور، إنما جل همهم هو الأموال فقط. زد على ذلك بأن هذا المدفوع به من قبل تركيا الذي خرج علينا في هذا المقطع الفيديو ما هو إلا صعلوك أرادت به دولة تركيا ودفعت به دولة تركيا لمحاورة لفت الأنظار إلى إنشاء الحرس الوطني الذي الآن تتنادى به حكومة الصخيرات، ولذلك هذا الحرس الوطني الذي أشبه بأن يكون حرسا ثوريا في دولة إيران. هم يريدون أن يساووا بالتساوي ما بين الحرس الثوري في إيران والحرس الوطني هنا في ليبيا لمحاولة ضرب الجيش، حتى ولو كان هناك بعض من الضباط الجيش الذين مغرر بهم الآن ويقاتلون في مدينة طرابلس، فإن هؤلاء سينتهون من الحرب وسيردون على هؤلاء الضباط وسيقتلعوهم من جذورهم ويحلون محلهم هذا الحرس الوطني الذين سينفذ لهم مآربهم وأطمعهم في ليبيا. طيب، محاولات السراج المستمرة عبر المؤسسة الوطنية للنفط التابعة له برئاسة مصطفى صنع الله هي ربما لكتم أفواه هذه الميليشيات التي طالبت بأموالها مرارا وتكرارا، يعني المحاولات الماضية في فتح حقول النفط وتوزيع الإيرادات أو عدم توزيعها ومجرد فقط الحصول على هذه الإيرادات ونزولها في مصرف ليبيا المركزي أو إيداعها في مصرف ليبيا المركزي لتوزيعها على هذه الميليشيات، هل هذه النقطة المهمة الذي يبحث عنها السراج في مفاوضات الحقول النفطية؟ نعم، هذا الديدن الذي يسعى إليه السراج، هذا ديدنه، يريد أن يحيل هذه الأموال التي تخرج من النفط لمحاولة كمكمة أفواه هؤلاء الميليشيات وهذه الجماعات الإرهابية التي عادت في الأرض فسادا، يريد أن يغدقهم بالأموال لكي يأتمروا بأمره لكي ينفذ أوامر أردوغانه الذي يقبح هناك في تركيا. هذه الميليشيات ستؤثر في إطار قانوني، وسنشاهد في الأيام القليلة القادمة قرارات ستصدر بإنشاء حرس وطني أشبه بأن يكون حرسا ثوريا إيرانيا. هذا الحرس الوطني سينفذ المآرب التركية في ليبيا ليحاول محاولة قرقنة وتشريع هذه الميليشيات في إطار يسمى الحرس الوطني لتنفيذ هذه التوجهات التركية داخل الأراضي الليبية، وسيغدر وستغدر هذه الميليشيات من الأموال الليبية. لن يصرف مليما واحدا أردوغان أو دولته تركيا على هذه الميليشيات، وإنما ستكون هذه الأموال مغدقة على هذه الميليشيات من قبل مصرف ليبيا المركزي الذي سيحيل هذه الأموال إلى السراج، والذي بدوره سيحيل هذه الأموال إلى هذه الميليشيات لمحاولة الاعتبار بأمره ومحاولة تكميم أفواهها ولكي لا تنقلب عليه. نعم الأستاذ فرج الورفلي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي، أشكرك جزيل الشكر.